شاء الله. اعتقد كده خش الكاميرا رجاله. انا اعرف ان واحد بيحب الحيوانات فيربي كلب في البيت، بيحب حيوانات قوي قوي قوي، يعني مجنون حيوانات، يربي مثلا 7-8 قطط في البيت، ممكن كلب وقطه، لكن واحد يربي اسود وضباع وقرود وكل حيوانات تتخيلها في حياتك في بيته، ده بقى اللي موضوع كبير. واحنا هنا جايين ايه نصوره الموضوع ده. السلام عليكم. تعالى تفرد عامل ايه، اسلم ولا ايه؟ يسلم. عامل ايه غير اخبارك؟ اول استواء حاجه لسه داخلين من على البوابه. عامل ايه؟ عبرنا مدمرنا. عاملين ايه؟ الف انا باشا. احنا هنا المكان اللي قلت لكم عليه المفاجاه بتاعت النهارده هو افريكانو طلبه. طبعا انا كلمت الحاج طلبه في التليفون وقال لي تنور في اي وقت، راجل محترم وذوق الذوق وادب واصول، يعني زي ما انت عايز تقول قول. كلمته بالتليفون بصراحه ما تاخرش عليا، قال لي تنور في اي وقت المكان مفتوح. فاحنا هنا عند الحاج طلبه وهنشوف بقى الدنيا هنا ماشيه ازاي. ده هو حجمه كده خلاص كبر ولا لسه صغير؟ ما هو بيبي يعني بيقعد ولا حاجه؟ لا لا خالص اليف. اتربى في البيت ده زي ده؟ متربى في البيت. عندك؟ والله ده يعمل كام ده لحد عايز يشتريه؟ ده في العمر ده والسن ده بيعمل له من 5000 ل 5000 ونص، وبيكبر لحد حجم ايه بقى؟ اخر حجمه مثلا يزيد عن كده مره ثانيه. قطه كده يعني؟ اهاليه هنا والله، وهادي وبياكل دراي فود ورز. بيتعامل زي الكلاب. قطه يعني؟ دراي فود والدنيا حلوه يعني. يا عسل. طبعا هو قلقان كده عشان هو ما بينزلش من البيت بقاله فتره كبيره. بس احنا جايبينه نفسحه. نفسحه مع بقيه العيال. ويشوف بابا وماما. ايه ده بسيوني؟ بسيوني جايبنا لنا تمساح كده كانه ماسك سحلايه. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. دين التمساح. هو هيقعد؟ هو لو بسني بوسة كده هيبهدلني. بوسة هتتشهر النهاردة. ها؟ بتفكرني بالبتاع ده؟ لا لا قالوا حتة حتة محمد رمضان. ده عمره قد ايه التمساح ده؟ عمره كام يا استاذ حمام؟ مش دي الاكس؟ عمره. ايه؟ ده سنتين ونص ثلاث سنين. سنتين ونص ثلاث سنين. بتبيع برضه التماسيح دي؟ بتتباع بس صغيرة، الناس اللي هواية. في العمر ده كده؟ لا العمر ده. ده كده سنتين ونص؟ بس بيكبر بقى لحد قد ايه؟ عندي حاجات 2 متر و2 متر. يعني ده هيبقى 2 متر، يعني 2 متر ممكن يبقى عنده 10 سنين ولا حاجة. يخش له مثلا في 7 سنين. يا نهار أبيض. دي نتاية دي؟ دي نتاية. أليفة ما بتعضش خالص. أليفة خالص وللتسليم. بص يا جدعان أهو، أنا أول مرة أشوف المكان ده، أول مرة أجي هنا هو في خوف شوية بس عادي. لا لازم تجمد قلبك. لا قلبنا جامد الحمد لله. نظرة التمساح. دلوقتي بقى وقت الجد يا جدعان. مع الحاج حمادة. هيدخله من جوه. سيبك من الكلام اللي بره ده. ده شغل خاص وإكسكلوسيف هنا للقناة طاهر مسافر. وطبعا قناه الحاج طلبه لازم تشتركوا فيها. يلا بينا يا باشا، بسم الله نبداوا الاكشن يا جدعان. معانا اول حاجه هنا قرد مكاي. قرد مكاي اسمها لوزر. لوزر. اوه هندخله كمان للوزر. تعالى خش معايا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرب عليها وكل حاجه. يا ساتر الرقص بقى. خش خش ما تخافش. صل على النبي. انا من جد. خليكي محترمه يا لوزر. خليكي محترمه يا لوزر. عمك حماده بيقول لك خليكي محترمه يا لوزر. راح فينا لوزر؟ تاكل ايه؟ حامل على فكره ايامها دي. يعني هي عشان كده عايزه شويه؟ كده هي خايفه. طيب يا لوزه انا حاسب حاسب بس طلعنا لوزه طلعنا لوزه. يلا خلاص. لا بص لوزه مزاجها وحش. تعال لوزه مزاجها وحش. لوزه كانت هتهاجمني. لوزه كانت هتهاجمني خلي بالك. لوزه عشان بس عنيفه شويه. معانا هنا الضبع. الضبع ده يتخلوا عادي ده ولا؟ تخش معاه؟ والله انا عايز بس. قلبك جايبك ولا؟ قلبي جايبني بس ما هيهاجمنيش. هيهاجم. دي نتاية. طبعا هو معاد الاكل بتاعها دلوقتي. انت هتدخلني وجعانه. الضبع ده من اقوى فك العالم. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انا ملاحظ ان في صله وتواصل ما بين حماده ما بين الحيوان بشكل فظيع. يعني الضبع جاي له كانه لا مؤاخذه قطه في البيت. وريني اسنانك يا نعيمه. تعالى. وريني سنانك. يلا افتحي بقك افتحي بقك. يلا بوك فين شاطره. يلا تعالى. بص بص بيهودها كانها عيل صغير. خدها على قدها. نعيمه يا جعانه بقى.
هو معاد الاكل دلوقتي، هتاكل وهتشوفه وبتاكل. طيب نرجع ولا بعدين يعني تكون هادت شويه؟ ده حسن، ده في حسن ونعيم، وبرده معاد الاكل بتاعه. اه معاد الاكل طبعا، وبياكلوا مع بعض. تعالى هات دماغك. ده لعبي ده؟ ايه ده؟ ده قط، ده صوت عامل زي القطه خالص. تعالى سمعني صوت. تعالى. لا لا ولا ولا يا ولا. تعالى خد دي. تعالى شاطر شاطر، برافو. لا يا جماعه في صوره جامده جدا ما شاء الله بين معلم حماده والضباع هنا وتقريبا جميع الحيوانات. يعني حماده هنا عايشه عيشه برده ما شاء الله مرتاحه يعني، وبيوفروا لهم كل حاجه هم محتاجينها. احنا كده داخلين في المكان من جوه، المكان بتاعنا كده احنا من جوه مش من بره. دخلنا في الجد يا باشا. دي اتا وتماره. اتا وتمار بنتين، ولد وبنت. والاتا ده الولد، اه تماره البنت. وتماره ده ايه؟ ده البنت دي. دي البنت اه، باين عليها حتى اموره. طب الاسود دي بتهاجم ولا ايه؟ هنخش معاها دلوقتي. هنخش وممكن نخش معاها كمان وهي بتاكل. ده لقطه جامده دي. اه ده لقطه جامده دي، هنعملها دلوقتي يا جماعه. الفيديو ده لازم تبقوا لحد النهايه. يلا بينا، احنا كده بصه سريعه بس لحد ما ينزلوا لهم الغدا. دي نوع من انواع القرود البابوني. انا لوزه كرهتني في القرود. لا لا ما تخافش خالص، خلع. تعالى خش معاهم، نخش معاهم جوه. خش خش يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش تعالى جنب الهدف. دلوقتي احنا هنتفرجوا عليك ولا انت تتفرج علينا؟ مين في القفص؟ دلوقتي يا جماعه وانت قاعد في القفص كده تعرف احساس الحيوان ايه والناس بتتفرج عليه. يلا بينا. تعالي. خش يا باشا انا معاك. عشان ما يجوش هنا تاني. عشان ما يجوش هنا تاني. تمام. اوبا بسم الله. يلا بينا يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ساتر. ايه الاخبار؟ ده قرد بابوني. تعال عاملين ايه؟ اتفرجوا عليا وانا في القفص. ده محترمين خالص. اه دول هديل. ايه يا عسل؟ موجودين عندنا دول. بسم الله. تعالى طب سلم عليا، ما يجيش ما يقربش. لا لا هات يا بسيوني عيش. اخوات؟ ها؟ اه كلهم اخوات. كلهم اخوات. ده اكبر شويه. ده اكبر منهم. عائل قاعد تحت، هم فوق محترمين. خش 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 عشان اخش. واحده 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 واحده. اه كده تعالوا هنا. واحده واحده. اه دخلت منين؟ اه هنا مش متحرش هنا. وانت ده ده المسكين فينا. انا عايز اخش. طيب وانا مفيش اي حاجه هتحد هتحد. تعال وانا ايه 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 ده؟ اهدى بعيد عنك ما تخافش. اخش من هنا بس يوني. الله اكبر الله اكبر. ده نوع تاني من القرود. ده قرد بابون برضو، بس ده شرس. ده بابوني بابوني. في بابوني نيلي وفي بابوني بابوني. ده البابوني بقى. ده البابوني ده بتاع افريقيا مش بتاعنا احنا. ده بتاع افريقيا. اللي هناك ده تبعنا. ده برضو بيجي من دول ثانيه. المتاه دي حامل اهي ما شاء الله، ده صغير على الحمل. اه ده الدكر بتاعها. ده الدكر بتاعها. الحجم كده بيبقى كبير قوي كده. والزعيم بتاع القرود ده حالا اللي هنا هو ده اللي هو القرود البابوني كلها. ده اكبرهم يعني. ده اكبرهم. اه بس ده شرس. ده اه شرس جدا. عايز تخش معاه برضو؟ نخش. لا انا خايف. عدته جامده. انا ما بخافش خلي بالك، بس انا يعني انت ادرى مني. بيجي فيه اذى ولا ما فيهوش اذى؟ ايوه ساعات ممكن يهجم. خلاص انت ادرى ان شاء الله تقومي بالسلامه. يلا يا لوز. يلا يا لوز. في برضه هنا قرد مكاك. مكاك. مكاك بلغاري. مكاك بلغاري. القرد ده من اشرس انواع القرود في العالم. اه عامل زي لمؤاخذة زي كلاب الحراسه. اه في فصيلة القرود يعني. في فصيلة القرود. بس اللي يشوفه ما يقولش كده خالص. اه هو كشكل طيب ومحترم. لكن رد فعله سريع. وشرس. وشرس. وباين عليه ذكي. ذكي جدا. حتى مسكته في الحاجة وبص بص بص على نظرة عينه. هات ايدك. تعالى. تعالى طيب اسلم عليه. ستيكر. ده ايه ده؟ ده صوت القرود اللي هو ده البابون. صوت قرد بابوني عامل زي صوت الكلب بالظبط. القرد صوته عامل زي صوت الكلب بالظبط يا جدعان. هات ايدك.
تعالى تيدا تعالى تعالى بيصوروك بيعملك حاجه جديده كده شهره وبتاع واخد بالك انت بس انت عاقل انت سيبك من الكلام اللي بيحصل هناك ده صوت عامل صوت الكلاب بالظبط سبحان الله ايش بين ريقك يا عم بتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه والله انا خايف منك انت ابو شعر دي ماكل برضه جده عشان ما يزعلش لا ده زعلان خالص اقول لك انا الكبير خد يا جد انت الكبير هي مساله مساله اكل يعني بالنسبه لك امشي طب سمعني صوتك طيب صوتك يلا انا ماشي يلا صوتك لا روح روح سمعهم الصوت بتاعك عشان ناكلك تاني اهو جدو جدع جدع طب بص يا جدو جدو سمعهم صوتك اعلى وانا اجيلك اهو بيكلموا والله طب يلا سمعهم الصوت الصوت فين؟ فين الصوت؟ يلا اهو ايوه برافو دي ايوه دي جت حلوه دي يلا حلال عليك يلا لا ده قصص هنا قصص ليه مش هتسلم عليا عشان انا زعلان منك النهارده سلم طيب عليا يا تيدا سلم عليا انت مفيش منك الا المصلحه ولا طب هتسلم عليا ولا لا ستيكر هات تيدا ستيكر هتاكل طب هات تيدا طيب سلم عليا يلا لا لا شفت رد الفعل اللي انت قلت عليه رد فعله سريع هو ده رد الفعل بقى اللي معلم حضرتك بيقول لنا عليه دلوقتي خد الاسعار برضو هنعرفوا الاسعار عشان لو حد عايز يشتري اي حاجه وهنسيب ارقام استاذ حماده هنا والحاج طلبه عشان لو حد عايز يتواصل معاهم مباشره دي نفس النوع دي نفس النوع اللي هو المكاك البرغاري دي النتايج اللي احنا دخلنا عليهم لا ايوه اللي دخلنا عليهم هناك لا دوك ده بابوني لكن ده مكاك ده اللي هجمتني لوزه ايوه لوزه دي الصغيره بتاعتها دي ام برده كبيره دي بتولد برده ما شاء الله بس الفصيله دي المفروض ان هي مش شرسه يعني لا شرسه ورد فعلها سريع جدا برده وسريعه في الحركه المسانيس والود اللي هي البابوني سريعه في الحركه ورد فعلها شرس فعلها سريع ومن اذكى انواع الورود المكاك المكاك ده على سنه قد ايه ده مثلا دي النتايج دي تتراوح فوق 8 سنين 8 سنين اللي شوفها اقول صغيره ما هي ما بتكبرش حجما عن كده النتايج دي اكبر حجم ليها اكبر حجم ليها وتتباع بكام دي ده سعرها مثلا لو حاجه صغيره بيه بتعمل لها 30000 حاجه كبيره زي كده منتجه تعمل لها 35 40 يعني في حاجات لما سنها يكبر سعرها بيقل دي العكس لا بس دي العكس عشان منتجه فين صوتك فين ايوه بص دي كده بتاخد الاكل تحت رجلها خايفه لان انت تاخده تاني ايه طيب بص عايزه تعمل ايه ايه ده دي لا هي بتاكل خلاص طنشتك كده النسانيس موجودة عندك؟ اه في نسانيس عبلاندي ده القط البري ده شرس؟ او الوشق المصري الوطق ولا اسمه الشفق مش عارف الوطق ده الوشق المصري الوشق هو بيعيش هنا في مصر؟ بيعيش انا اعرف ان هو في سيبيريا لا ده دوكا التاني الابيض ده الابيض ده انواع كتير بتيجي من بره ده من بره ولا في مصر؟ لا ده مصري طب يدخلوا له ولا لا؟ اه عايز تخش معاك طب خش انت الاول جمد قلبك بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا عليك يا رب بسم الله والله انت نظرتك مش عاجباني وعندي برضه نتايه لسه والده في البيت التاني ده ما شاء الله ده يتباع ده في ناس بتربيه في البيت اه في ناس بتربيه في البيت زي القطط والكلاب البيوت انا مجمد قلبي يا جماعه عشان خاطر الناس والمشاهدين انت مش عايزك تعرف الرهبه اللي تكون موجوده انت مع حيوان في قلب القفص خصوصا حيوان شرس وقاعد جوه مش عايز يطلع لا ما تطلعوش عليا دلوقتي كمان هنصور الحيوانات دي وهي بتاكل وهي بتاكل انا عايز ادخل مع الاسود بس اهم حاجه ادخلك مع الاسود وهي بتاكل بس انا الحاجات الحيوانات دي الصغيره دي بقلق منها القط القط البري ده رد فعل سريع جدا 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 انا عشت في روسيا 6 سنين فانا ده اكتر حاجه بيخافوا منها هناك لما يروحوا يعملوا مخيمات في الغابه تمام ما بيخافش من الدب قد ما بيخاف من ده
هنا برضه لسه والد. لا والد ده هيبقى شرس. اه دي مع عيالها يعينيهم تحتها. لا مش هدخل لها ابدا. ده لما يكون في قطه بلدي والده واحد ما يقدرش يقرب منها. هنا الديب المصري. مطمن انت طيب؟ اه هنقفل عليه دلوقتي. تعالى. بيقول لك الديب من اقوى الكائنات لان الاسد تحطه في قفص عادي انما الديب لا. الديب مش هيعرف قوته الا يوم القيامه. اه قوته الحقيقيه. اه القوه الحقيقيه بتاعته. يا جماعة احنا قاعدين دلوقتي وجها لوجه مع الديب والله عيني في عينه. اهو جنبنا هنا اهو. بس احنا هو بعيد عننا مستخبي في القش ده عامل تمويه. وانا مش داخل لو حد بقى من اللي بيتفرجوا عايز يجي يمسك الكاميرا ويدخل اتفضلوا. بص 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 هياكل برضه دلوقتي ومش غدار الديب ده. اه طبعا غدار بس من صغره ولو حد ربطه بيت في الازرق بيبقى اليف. اليف جدا زي القطط زي الكلب. أوه. يوصل للدرجه دي وأكتر. ولا يبقى طبعه غلاب؟ لا واكتر طبعا. والله والله هو متعود عليك. اه طبعا. طب هاته كده ولا بلاش لما يشبع؟ لا عادي مفيش منه اي. نلفه الباب التاني. ماشي يلا نقفل ده. سيب ده خالص. تعالى يا باشا اما تدخل انت الاول. انا جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب عليه ما تخافش خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه انا مش جبان والله. انا مش جبان بس انت متخيل انك قاعد في قفص مقفول من كل النواحي مع ديب. شجاعه دي طبعا. بس عينه هو الديب من الحيوانات اللي هو الليليه. الليليه نشيط ليلا. بالظبط في النهار كده تلاقيه ساكن وقاعد ونايم. اه. بس هياكل دلوقتي برضه ونصور. هيفوق. هو طبعا يعني بص يوحي لك ان هو قاعد بس عينه عينه ماشيه معايا. بالظبط عينه ماشيه معايا قسما بالله. الكاميرا طبعا مش هتعرف تجيب العين بالظبط. ديب. اقول ايه ديب؟ هجيب لك اكل وجه. بتبيع الدبانه ايه؟ الموسم بتاعها اللي جاي ده موسم الانتاج؟ انتاج اه. الدب المصري مثلا يتراوح سعره 500 جنيه. بس معقول والناس تربيه في البيوت زي القطط وده قانوني عادي جدا. قانوني عادي خالص. يعني اجي اشتري منك ديب ولده صغيره ب 500 جنيه. ايوه بياكل دراي فود ياكل رز مستوي مكرونه عض ويبقى زي الكلب زي الكلب زي القطط. وحجمه يوصل لقد ايه مثلا؟ اخر حجمه مثلا كده يعني ده اقل من الكلب كمان. ارتفاعه مثلا 40 سم 50 سم. اه مش الحجم اللي بنشوفه في الشنادي الديابه بتاعت بره. اه ده اخره كده 500. بتشتريه صغير جرو صغير. تمام. يعني هنا احنا كده عرفنا اسعار القرود واسعار الديابه وهنعرفه بقيت برضو الاسعار بتاعت كل حاجه سواء تعابين زواحف كل الكلام ده هنعرفه دلوقتي. وعرفنا اسعار التماسيح لو حد بيفكر يشتري او غاوي هنا في افريكانو طلبه ده الثعلب كل الكلام ده موجود. ده الثعلب اللي احنا شفناه بره بس ده الكبير بتاعه. ده انا كده صح؟ تمام. ده الثعلب الرملي او الروبيلا. انا عايز اقول لك ان شكله جميل جدا لطيف جدا وكيوت جدا. ما اعتقدش ده شرس. ده لا مش شرس واتربى في البيت. هو عايز يحسسك ان هو شرس بس انت مش شرس. واخر حجمه كده وما يكبرش عن كده. اه طب انت بصيت ليه؟ تعال هو عايز يهجم. لا هياكل دلوقتي برضه وتشوفه هو بياكل وتقرب عليه بالكاميرا كمان زي الفل. ده سعره كام؟ ده تراوح سعره لو جرو صغير يعمل له 700 جنيه. 700 جنيه احنا شفناه بره. اه لا دوك الفينج ده نوع تاني. ده الروبيلا. اه الفينك يتراوح سعره 7000 من 5000 جنيه ل 7000 جنيه. ده اللي هو الفنك. هو التاني يفرق عنه تحس ان شعره طويل شويه. شعره اجمل وما بيكبرش وهادي جدا وبره مرغوب في دول العالم عامه. طبعا الاسعار دي يا جماعه انا راجل عشت بره وعارف لو الحيوانات دي اتباع بره هتتباع بفلوس جامده جدا. هنا طبعا عشان السوق بتاعها كده ولا انا؟ لا عشان السوق المصري كده. هو السوق المصري كده يعني لو حد اجنبي جه ياخد مننا هياخد باسعار عاليه. تمام. هنا النمس المصري بس النمس بقى في البيت بتاعه ممكن نخش دلوقتي معاه. اه بيهاجم؟ لا ما بيهاجمش. ندخل دلوقتي ولا عايز تخش؟ خش يلا بينا. يلا بينا. تطلع انت الاول ولا انا؟ اطلع يا باشا. ماشي يا كبير. معلش بسم الله. بص انت لفت الكاميرا كده ورحت له من هناك من الاخر خالص هتصوره. الناس اللي بتزور بتيجي من هنا. انا جوه بقى جنب قلب. اه ده اختبار. ده اختبار. احنا مع الحيوان ده يا جماعه. ده النمس المصري اللي هو قاتل الكوبرا.
ايوه بنتفرجوا على ناشونال جيوغرافيك احنا، تلاقي نمس كده ماسك الافعى الكبرى بياكلها ويموتها. قرب مش هيهاجم عليك. انا اوه اكشن يا باشا، انا مش شايفه، هو مستخبي تحت في اخر بيت خالص، بيروح يمين وشمال لما اقرب منه. ايوه هو على اخر بيت زي ما انت ماشي، زي ما انت ماشي على ايدك الشمال، زي على ايدك الشمال هو ماشى هنا. ما هو كذا واحد، اتنين هم شفته كده. اه اوه ده الصوت بتاعه، الصوت بتاعه ده اللي هو بيحذرني يعني. ايوه طيب افرج افرج يا باشا افتح افرج. حلو جدا، نجحت بالاختبار. شايف ديلو اهو في واحد كده ده الفل قاعدين مع بعض هناك، ممكن يبقى واحد تحت رجلي انا مش شايفه. اه هو لسه ماشي حالا. ماشي. طب احنا عندي فكره جامده قوي، هنحط له الكاميرا كده. تمام تمام، تصور لوحدها. تمام تمام، وروح لهم انت، وروح لهم هناك، هنيجي هنا بالظبط. اعتقد كده اخش الكاميرا رجاله، انا بضحي بنفسي. اعتقد كده جه. بص للكاميرا قول قوي. طيب تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. براحتك. لا مؤاخذه، دخلت مع الضباع؟ لا لسه دخلتش مع الضباع، دخلت مع الديب ومع النمس ومع القرود ومع القط البري ومع القط البري. هنا بقى الثعلب الفينك اللي انت شفته، اللي احنا شفناه برده، ده حاجه كده ما شاء الله. ده الاب والام، بيتباع صغير، يتباع صغير افضل واحسن، من 5000 ل 7000 على حسب ايه؟ على حسب العمر بتاعه، العمر والشكل والكلام ده بيفرق من حاجه لحاجه. جميل بقى. جدا. اه ده تربيه في البيت، انت مربي قطه في البيت؟ دراي فود، رز، مكرونه، اكل طيب، اي حاجه يعني تبقى عندك في البيت بالظبط. سي وصلنا ازاي هناك؟ هم في الاوضه الثانيه اكتر. طيب يعني مش هيجوا هنا؟ نصور من الاوضه الثانيه بقى. يلا بينا. الكلام جامد اهو، ده شبه التاني بس اللون مختلف والفارو مختلف. الفارو مختلف عشان في منه بيجي من مطروح. أوه. وفي منه بيجي من سينا من البحر الاحمر. ايوه فبتختلف الشعرايه بتاعته. صحراوي مثلا بتاع. لا هو بيعيش في الصحراء كله، الشعرايه بس اللي بتختلف عشان الاماكن. بس فرق السعر عالي قوي يا استاذ احمد. اللي هو ده بتقول ب 5000 ل 7000، التاني ب 700، ب 700 التاني الروبيلا. يعني بس ده بصراحه وبعدين اللي بيعمل صوت جميل يا عسل. الصوت بتاعه كان واحد. يلا دي السلحفه اللي هي حمراء الاذن دي بقى اللي عدتها فظيعه، عدتها فظيعه بس ما بتعضش. اللي عندك دول ما بيعضوش، ما بيعضوش خالص، تقدر تحط ايدك وتشيلهم كمان. وده اثناء البيض بتاعهم او فتره التبييض يعني. بالظبط، هتلاقي بعض النتايات هنا، ده النتايات قاعده على بتجهز مكان بتاعها للبيض. قاعده هناك بتجهز مكانها. يعني احنا يعتبر دلوقتي موسم التزاوج عند الحيوانات. يلا ندخل تحت المايه نشوف السلحفاه دي من تحت. وده برضه الجهه الطبيعيه بتاعتها اللي هو رمل. طيب السلحفاه دي بقى سعرها كام؟ السلحفاه دي ان شاء الله في شهر 9 المواليد بتاعتها بتروح سعرها من 150 جنيه ل 200 جنيه. يعني حاجه جميله جدا وسعر كويس جدا. وبتتغذى على اسماك، على الكبده، على الميل ورم، على الصور ورم. وتوفر لها البوكس بتاعها ازاز كده وميه وبتاع وتقعد. لازم حاجه عاليه تطلع تقف عليها عشان ما تفضلش في تحت المايه، عشان زي ما انت شايف يطلع مثلا يرتاح شويه بالظبط وياخد نفسه وينزل تاني في المايه. خلي بالك هنا برضه بيحرصوا ان كل حاجه يبقى الحيوان في بيئه مرتاحه بالظبط، فاهمني؟ يعني قدر الامكان من 150 ل 200 ل 200. انا سمعت الاسعار هنا احسن من بره بكتير، يعني برضه دي حاجه انا بقولها لكم ان السعر هنا كويس جدا. لحد دلوقتي كل الاسعار اللي سمعناها اسعار يعني مش واو ولا حاجه. ده الورن النيلي اللي هو الفارنوس ليفيتس، في منه الورم النيلي وفي منه الورم الصحراوي. ده القوه بتاعته او رد فعله في ديله قوي جدا. كرباج. ده بقى الكرباج فعلا. بص سمعت الترشقه؟ وسامع صوته؟ عيلتوشنا كرباج دلوقتي. ايه؟ ده ايه ده يا باشا؟ الورم. ده الورم النيلي. ورم؟ ورم النيلي. ده بيعيش في الاقصر؟ ده بيعيش في الاقصر واسوان من اول اسيوط. انا بشوفه في الصعيد ده. ده لونه بيتغير ولا حاجه؟ لا.
ودلوقتي لابس المولت بتاعه في ده خول الصيف بيغير، بتلاقي اللون بتاعه جميل جدا. لونه بيتغير مع الوقت. اللون بيتغير وبيفتح. اللي هو بيبقى فاتح في الصيف وغامق في الشتاء. بالظبط. هو بص يدينا الصوت يعني تحذير، انا خايف من الكرباج بس يعني مش اكتر. الكرباج بتاع ديلو ده صافي قوي جدا. صح بص هو بيركز ديلو دلوقتي عشان ايه؟ واحده في ديلو خلاص. انت انت قاعد ورا. هو متحمس دلوقتي اللي هو ايه؟ ايه يهجم. بالظبط. انا عايز اطلع. بص 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 وسامع الصوت بتاعه. ادي له واحده كده عشان نشوف الكرباج. بص بالتشك. هو الدفاع بتاعه ديله. هو الدفاع الديل والعرض الهجوم بس الهجوم بتاعه الرد فعل السريع تحس ان هو شبه التعليم بالظبط. لا في شبه. اسعاره كام ده؟ ده لو حاجه فاس مثلا بتروح سعرها من 200 جنيه بحاجه صغيره خالص. حاجه صغيره الغاوي بقى طبعا يجيبها في البيت. بيجيبها وفي ناس بتربيها في البيوت عادي. ينفع حد ما عندوش خبره في الموضوع يشتريها على طول ولا لازم يبدا بحاجه اقل؟ لا حاجه اقل. حاجه اقل يبدا بتعبين صغير ارسم عشان ده عايز يعني خبره في التعامل. وبعدين لما بيكون حد واخده عشان يهديه بياكله بيض طري. بلاش الحاجات النيه بمعنى اصح. بالظبط عشان يبقى ايه هادي شويه. نعم كلام جميل. لسه بقى الاكشن التقيل قوي جاي دلوقتي. جاهزين؟ انتظرونا. ايه الاكشن؟